ثلاثة أيام فقط تفصلهما عن المحطة الأبرز في طريقهما نحو البيت الأبيض. نتحدث عن المناظرة الرئاسية المرتقبة بين كاملا هاريس ودونالد ترامب في فيلادلفيا. فكيف استعد المرشحان لهذا الحدث؟ صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مصادر مقربة من المرشحين أن هاريس انعزلت منذ 5 أيام في أحد فنادق مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، حيث تجري تدريبات مكثفة على المناظرة. فريق المرشحة الديمقراطية جهز مسرحاً وإضاءة تحاكي أجواء البث التلفزيوني، فيما ارتدى أحد المستشارين بدلة واسعة وربطة عنق طويلة، متقمصاً بذلك شخصية ترامب بأسلوب تمثيلي كامل. في المقابل اعتمدت تحضيرات ترامب على أسلوب أكثر ارتجالاً، إذ وصف فريقه الجلسات التحضيرية بأنها وقت السياسة بدلاً من مجرد التحضير لمناظرة. ولم يؤدي أحد دور هاريس، وفي بعض الأحيان يجلس مساعدو ترامب على طاولة طويلة مقابلة له ويتبادلون الأسئلة، وأحيانا أخرى يجلس بالقرب منهم. تقرير نيويورك تايمز قال إن أولوية هاريس تتمثل في إثارة غرائز ترامب الأكثر تدميرا للذات، إضافة إلى تقديم نفسها بشكل هادئ يعكس صورة رئاسية. على الجانب الآخر، يعي مستشارو ترامب تماماً خطورة ظهوره بصورة عدوانية مفرطة، كما حدث في مناظراته الأولى مع بايدن في انتخابات 2020. ومن مخاوف المستشارين أيضاً ألا يستطيع ترامب منع نفسه من إظهار ازدرائه العميق لهاريس أو من الظهور وكأنه يلقي محاضرة على خصمه. لذلك شدد مساعدو الرئيس السابق على أن يتبنى شخصية ترامب السعيد خلال المناظرة بدلاً من ترامب العدواني المتنمر، مع التركيز على تقديم حجج سياسية ضد هاريس. ما رأيكم؟ من سيتفوق في هذه المناظرة؟